Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is about Muslim inmates. هذا Arabic, عربي. أنا أتكلم الآن عن المساجين اللي في داخل السجن وأنا بزورهم من حوالي 9 سنوات بروح مرة بالأسبوع وبلقي فيهم الخطبة. فالحقيقة إنه تأثرت جدا عندما وصلني خبر البارحة بأنه عندما يخرجوا من السجن وهناك بصير عندهم مشاكل كبيرة جدا. واحد الإخوان من هؤلاء السجناء اللي اعتنقوا في داخل السجن اعتنقوا الإسلام خبرني إنه عدة أشخاص منهم ماتوا بسبب إنه بحاولوا يسرقوا بنوك, وبعضهم موجودين الآن في خارج هومليس, يعني بناموا بالشوارع ما في عندهم لأنه ما استطاعوا يحصلوا على وظائف على الإطلاق لأنه عندهم محكومية وعندهم سجن. ومع الأسف الشديد لم يجدوا العون الكافي من الجالية الإسلامية, وهم كثراء كثيرين جدا هاي في منطقة سياتل وغير سياتل. فالحقيقة أنا بكيت يعني أنه كيف هذا الشيء بصير. يا ما في محلات كثيرة للمسلمين من مطاعم من شركات غاسولين ومش عارف إيش, وهذا كان ممكن يعني يوظفوهم. وأنا طبعا في منطقة بعيدة جدا بالشرق, هنا شرق ولاية واشنطن, فإن شاء الله قررت أني أنقل عيادتي خلال أسبوعين إن شاء الله, يعني أكثر عيادتي تقريبا 70 أو 80% إلى سياتل حتى أكون قريب هناك وحاول أتصل بالجالية الإسلامية هناك وحاول أجمع تبرعات وأكون شركة لا تعني بالربح من شان مساعدة هؤلاء الإخوان. أنا كنت باستمرار بساعد بالشيء اللي بقدر عليه, ولكن هاي قضية كبيرة جدا ولا أستطيع أني أقوم فيها لوحدي, وسأدعو أولادي الحمد لله يساعدوني بهذا العملية في الوقت الحاضر. وأنا تذكرت في قصيدة شعرية أنا سمعتها من عدة سنوات والحقيقة يعني هزت نفسي. يقول هنا في حمى البيت ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم, ربي هل قدرت أن لا ينجلي ذلك الظلم الفظيع المستدم؟ فزع القدس وضجت مكة. وبكت طيبة من هول الألم. الحقيقة إنه شيء مؤسف. إحنا المسلمين أمة كبيرة فينا الغنى فينا المصاري فينا كذا, لماذا لا نقدم لمساعدة إخواننا الآخرين؟ الحقيقة إنه شيء مؤسف. والإنسان ليس فقط مجرد أنه بيصلي وبيصوم, والله لا يؤمن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا حبيت أذكر هذا الشيء, ولذلك أحيانا قد لا أستطيع أن أوضع كومنتس يعني تعليقات وأشياء بالإنترنت بانتظام كما أفعل الآن, لأنه أريد أن أبحث عن سكرتيرة هناك في سياتل تعرف تعمل هاي الأمور كلها, ولكن إن شاء الله هأجد إن شاء الله. وعلى كل حال أنا حبيت أذكر هذا الأمر
لأنه صحيح إنه الواحد بيهتم ما يحصل بالعالم العربي والإسلامي وإلى آخره، ولكن أهم شيء هو نفسه، هو المحيط فيه، المحيط فيه جارك وقريبك وإلى آخره، هاي أهم شيء. يعني إنسان يبدأ بهذا الشيء، وأنا أريد أن أوجد شيء لهؤلاء الإخوة اللي الله سبحانه وتعالى هداهم في داخل السجن، يعني لدرجة إنه كانوا يقولوا لي بعضهم إنه أعظم شيء مرت في حياتهم إنه دخلوا السجن. ليش؟ لأنه استطاعوا يكون عندهم الوقت يقرأوا ويدرسوا ويصيروا مسلمين ويصلوا وهذا، ولكن المشكلة إنه بس يطلعوا إلى الخارج من السجن بيدخلوا بيطلعوا إلى العالم الحقيقي. هناك العالم اللي فيه المشاكل وفي الفساد وفي كل شيء، إذا ما وجدوا جماعة يساعدوهم، إذا ما وجدوا يعطوهم وظائف، إذا ما وجدوا يساعدوهم كلهم، خلاص انتهت حياتهم. والشيء المؤسف إنه المسلمين هم أكثر شيء بيصير معاهم هاي المشاكل من ناحية بس يخرجوا بالخارج، لأنه الكنائس والأشياء هاي والجمعيات أو شيء الدينية غير مسلمة تحتضن جماعتهم وبتساعد بقدر الإمكان، ولكن المسلمين ومثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مات عمه حمزة، قال المسلم وحمزة لا بواكية لهم، يعني بما معناه إنه مش حد بيبكي. ولذلك إحنا إن شاء الله يجب أن نتحرك ونعمل ما نستطيع، والصلاة والسلام على رسول الله.